بتقول يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين واجمل مشتركين في قناة المتواضعة. النهاردة هنعمل اكلة بسيطة، اكلة خفيفة كلنا طبعا اكيد بنعملها، بس انا بضيف عليها مكونين يعني جداد بعتقدش ان في ناس كتير قوي بتضيفهم، بس بيعملوا فرق رائع. هنعمل النهاردة الكبدة البني، احلى من بتاعة برة بكتير جدا. هنشوف بقى دلوقتي المقادير. انا معايا نص كيلو كبده، يا دوبك بس بشطفها مش بغسلها بخل ولا حاجه. الكبده في ناس كمان ما بتغسلهاش اصلا. معانا دي بصلايه مفرومه كبيره، معانا البهارات بتاعتنا، معلقه سكر صغيره، معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، ودي البهارات بتاعتنا ماشي، اللي هي البهارات المشكلة. ما تضيفيش ايه توابل تاني. الاضافة الاولانية اللي انا بحطها اللي هو صوص الباربيكيو، ده بيتباع في اي سوبر ماركت موجود عادي جدا. هناخد منه ايه يعني حوالي 3 معالق كده. ومعانا ده كمان دبس الرمان. دبس الرمان في تتبيلة الكبدة بيعملها طعمها خرافة. يلا بينا بقى علشان نشوف المكونات بتاعتنا دي هنعمل بيها ايه وهنتبل بيها الكبدة ازاي. دلوقتي انا حطيت الكبدة بتاعتي في طبق غويط، هحط عليها التوابل كلها وهحط عليها دبس الرمان. هو يعني تقيل شوية، بينزل بصعوبة رخم جدا. وكمان علشان احنا طبعا بنحتفظ بيه في التلاجة. دبس الرمان يا جماعة في الأكل حلو جدا، وفي التتبيلة والمشويات رائع، بيعمل طعم مزز كده وجميل، بيدي نكهة حلوة قوي بتبقى انت مش عارفة النكهة دي جاي منين يعني. وعلى فكرة انا بس مش متوفر عندي دلوقتي عسل اسود، لو عندك عسل اسود مع التتبيلة دي بتحطي معلقتين كبار بتبقى حلوة جدا جدا، ما تستغربوش صدقوني. يعني بصوا اهو انا حطيت تقريبا معلقتين كبار دبس الرمان، هحط الصوص الباربيكيو اهو، بس دول حبه حلوين كده، هقلب كله مع بعض. لحد ما الكبده بتاعتي ابقى ضمنه ان هي ايه اتعملت اتبلت كلها كويس. الكبدة من اللحوم يا جماعة اللي ما بتاخدش وقت في التتبيلة، بتتبل بسرعة جدا، بس انا طبعا علشان زيادة تأكيد وعلشان تتشبع من التتبيلة دي ايه بس كده خلاص الكبدة اتبلت. اكلة سريعة جدا، اكلة سريعة للعشاء، اكلة سريعة في رمضان، اكلة سريعة يعني انت تعمليها ما بتاخدش وقت خالص، بس كده خلاص الكبده بتاعتي. اه سوري انا نسيت البصل، هحط البصل كمان. ليش انا برضه عايزه اقول في حاجه ناقصه. هحط البصل اهو. لو حابين تضيفوا ثوم يعني مفيش مشكله خالص، انا هضيف يعني ثوم بودر. ثواني بقى عشان انا بحتفظ بيه في التلاجة، اجيبه وارجع لكم. زي ما قلت لكم انا بحتفظ بالثوم البودر في التلاجة علشان ما يحجرش مني، بيفضل بودر زي ما هو. انا لسه عاملاه امبارح، كان بقالي كتير الثوم البودر خلص من عندي، وانا كنت ايه جبت ده الفترة يا جماعة لتخزين الثوم. حاولوا ايه تنزلوا تشتروا ثوم، ونصيحه مني ليكوا في تحت موجود من الثوم البلدي اللي هو الثوم اللي الراس بتاعته بيضه، وفي ثوم تاني اللي هو اللي لونه مدي على بيربل كده شويه اللي هو لون الموف. نصيحه مني الاثنين بلدي، فانتوا جيبوا اللي هو اللي الراس بتاعته مديه على لون موف شويه. هقول لكم ليه، لان الفص فيه عامل زي الثوم المستورد الصيني ده، الفص فيه كبير فبتقشري كميه. يعني انا ما شاء الله جبت 20 كيلو، للاسف جبت 10 كيلو ابيض و10 كيلو من ده، ندمت جدا. فعشان كده بقول لكم النصيحه دي، ال 10 كيلو الثوم اللي هو اللي مدي على موف ده اتقشر يعني الحمد لله بسرعه جدا. الثوم الثاني بقى يعني سخيف جدا، الفصوص فيه صغننه قوي وممل، بس هعمل ايه طبعا ان شاء الله هقشره.
بس زي ما كلمتكم قبل كده على كنز، انا عندي كنزين في المطبخ، كلمتكم على كنز فيهم اللي هو بودرة البصل، برضو انا بكلمكم على بودرة الثوم اهي. دي الكمية اللي طلعت اهي عشان تشوفوا كويس، اهو دي الكمية اللي طلعت معايا. بس ده من تقريبا يعني انا في 10 كيلو ثوم قشرتهم، خزنت نصهم، يعني دول تقريبا 5 كيلو ودول 5 كيلو. شايفين 5 كيلو ثوم طلعوا لي كميه البودر قد ايه؟ عشان كده بقول لكم يا جماعه البودر اللي بتتباع في بره ملهاش اي لازمه نهائي خالص خالص، عشان كده بقول لكم اعملوها في البيت لان بتدي طعم هايل جدا في الاكل. وانا برضو حابه اوريكم اهم يعني بالمره بقى كده في الاكله. بصوا دي طريقه تخزين الثوم، شايفين؟ بصوا الرق بتاعها رفيع ازاي. الرق الرفيع ده هيخليني بصوا اقطم منها انا. بس ايه، طب هغسل ايدي وارجع لكم اشرح لكم الموضوع ده. بصوا يا جماعه الوقت عندي اهي، انا دول 5 كيلو ثوم، شايفين ما شاء الله طلعوا لي كميه حلوه ازاي اهي. بصوا انا كل اللي بعمله زي ما احنا شايفين كده، انا بعد ما بفرمه بحطه في كيس بدون اي اضافات، بفرمه. انا عايزه اقول لكم ان هو ربنا يدينا ويديكم العمر بيقعد معايا بالسنه والسنه وشويه، ما بيجرالوش اي حاجه، لونه ما بيتغيرش، ما فيهوش اي حاجه. بقالي سنين، بقالي 7 8 10 سنين بعمله كده، فانا بكلمكم اي حاجه عن تجربه. ادي الثوم دلوقتي زي ما بقول لكم كله يلحق ان هو يخزن الثوم، لان الثوم دلوقتي الكيلو ب5 جنيه، واللي هو اللي لونه موف اللي بقول لكم عليه ده ب6 ونص. في ناس ممكن يكون عندها اقل من كده، ممكن يكون في ناس اكتر من كده، انتوا عارفين طبعا يعني هم بيبيعوا كل حاجه على مزاجهم وحسب المنطقه. فانت بتفرمي الثوم وبتحطيه في الاكياس بتاعه التخزين، بتبططيه جامد جدا بحيث ان هو ياخد الرق الرفيع ده. الرق الرفيع ده ايه الحكمه منه؟ ان انا لما هاجي استخدم من الثوم هقطع حته كده، بس شفتوا اتقطع بكل بساطه ازاي اهي. قبل ما بتستخدمي الثوم بتاعك هتبتدي ايه تطلعيه قبلها مثلا بربع ساعه، بتلاقيه بيفك وبيبقى طري كانك لسه حالا فرما فريش. فدي طريقه تخزين الثوم. حبيت برضو ايه ان انا انقل لكم المعلومه دي اهو. انا بصوا بقى الكميه اهي ما بتاخدش مكان في الفريزر خالص، يعني بص ادي الخمسة كيلو، بصوا واخدين هو ده المكان اللي هم واخدينه. ولا تحاولي تقطعيه ولا تحاولي تعملي اي حاجه، انت كل ما هتعملي الرق رفيع هي مش هياخد معاكي مكان خالص. ادي بصوا ايه، نحاول بس ايه عشان الحامل يعني مش عارفه في ايه، فاهو بالشكل ده زي ما وريتكم اهو، ما بياخدش مكان خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بالنسبه لبودره الثوم انا كنت عملتها لكم هي وبودره البصل، وان شاء الله هنزل لكم في صندوق الوصف زي ما انا شرحت لكم ازاي تقدروا تشوفوا القناه على اليوتيوب. فصندوق الوصف بقى ايه، مش محتاجه بقى كل مره اشرح، انا نزلت لكم فيديو فيه شرح كامل لازاي تشوفوا اليوتيوب. فانا هقول لكم بقى على طول في صندوق الوصف، هسيب لكم اللينك بتاع طريقه عمل البصل باودر والثوم الباودر. وبالنسبة لتخزين الثوم اديني اهو وريتكم بيتخزن ازاي بكل بساطة. يلا بقى علشان ايه نسيب الكبدة تتبل شوية احطها في التلاجة، وبعد كده يعني نص ساعة بالكتير، ويلا بينا علشان نوري نشوف هنحمرها ازاي وبتتحمر بايه. دلوقتي بقى هنتبل الكبدة الكبدة يا جماعة بتتعمل في ردة، الردة دي بتتباع عند اي علاف او بتجيبيها من اي فرن بلدي بيبيع ايه الردة، زي ما بتتعمل بره بالظبط. ما بنحطش على الردة دي ولا اي ملح ولا بنبهرها ولا اي حاجة خالص خالص، بس هنعمل بقى كده خطوة مهمة جدا زي ما وريتها لكم قبل كده في البانيه، لازم ندق عليها بايدينا كده علشان الكبدة ما ايه الردة ما تنزلش منها واحنا بنقليها زي ما احنا شايفين كده. خلاص
الطريقة دي يا جماعة بتخلي الردة ما تنزلش في الزيت خالص وانا بقليها. في ناس بتحب تاكل الكبدة مشوية. الكبدة المشوية بتتعمل ازاي؟ انا طبعا يا جماعة بنزل البصل الزيادة اللي عليها كله، علشان ايه؟ ما البصل ده لو فضل موجود على الكبدة هيعمل عازل بينها وبين الردة، فهيخلي الردة ايه؟ تقع من الكبدة. فاللي بيحب بقى الكبدة المشوية بعد التتبيلة بتنزلوا البصل الزيادة وبتتشوح في حتة زبدة او حبة زيت صغيرين جدا، وبتتشوح على النار هادية، بتبقى برضو طعمها جميل. دي حسب ايه رغبتكم انتوا، يعني في ناس بتحب الكبدة بانيه وفي ناس بتحب الكبدة مشوية. زي البفتيك برضو، انا كنت عملت لكم البفتيك، اللي في ناس بتحب تاكل البفتيك بانيه وناس بتحب تاكل البفتيك مشوي، فبيبقى متشوح في الزيت او في حتة زبدة على نار هادية برضو علشان اللحمة تستوي. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم على طول. خلاص انا خلصت الكمية بتاعتي. دلوقتي انا هقلي الكبدة في زيت يكون سخن جدا، ما بتاخدش وقت خالص على النار، بتطلع بسرعة علشان تبقى طرية معاكي ما تنشفش مني. انا هقليها معاكم علشان انا في البوفتيك كان في حد سألني على طريقة القلي والزيت بيبقى كميته قد ايه، علشان كده هقلي معاكم الكبدة علشان تشوفوا طريقة القلي بتاعها ازاي. وزي ما اتفقنا بتكون بتتحط في الزيت بيكون سخن جدا. يلا بينا بقى علشان نشوف هنقليها ازاي. دلوقتي هحط الكبدة بتاعتي زي ما احنا شايفين، كل ما الزيت بيبقى غزير بيبقى افضل. زي ما قلت لكم الكبدة مش بتاخد وقت خالص على النار اهو، ما بتاخدش وقت يا جماعة. وانا مش عايزاكم تقعدوها على النار كتير علشان ما تغمقش وتنشف. وطبعا انتم بتكونوا محضرين سيرفيس عليه طبعا مناديل ورق بحيث ان هي تمتص الزيت اللي في الكبدة. بس خلاص كده الكبدة بتاعتي دي اتحمرت، هطلعها واوريكم بقى الشكل النهائي في الاخر عامل ازاي. الكبدة بتاعتنا الجميلة خلصت، هنقدمها النهاردة. عملتها للولاد مع مكرونة بالصوص الاحمر. الكبدة هي طرية جدا يا جماعة. جميلة بتاعتنا اهي خلصت، هنقدمها النهاردة. انا عملتها للولاد مع مكرونة بالصوص الاحمر. الردة اللي عليها يا جماعة او بصوا زي ما احنا شايفين اهي، وش وظهر اهي، طرية خالص وجميلة. بالهنا والشفا عليكم، جربوها وان شاء الله تكون الاكلة بتاعتي النهاردة عجبتكم. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد من قناتي اكلتك من الاخر، عندي انا وبس. سلام. وما تنسوش بقى اللايك يا جماعة، اللايك واشتركوا في القناة، واي اكلة انتوا حابينها قولولي في التعليقات. سلام.